حلقتنا النهاردة عن أشهر ذكر في البيت، ذكر البط. أنا كان عندي مبارح كده بطاية حلوة، معرفش بصراحة كانت ذكر ولا انتية، بس احنا عملنا أوراك البط قبل كده، والنهاردة هنعمل الصدور. هوريكم النهاردة ازاي هنشغل صدر البطة بشكل جديد، غير السلق بقى والتشويح والكلام ده كله، النهاردة هنحشيه. عندي 2 صدر بطة، طبعا اللي عايز يزود يزود، عشان ده الكلام ده يعني ده مقدرنا على قد عروسة وعريس وعلى قد 2 بس. عندي 2 صدر بطة مفتوحين بالشكل ده، يعني انت هتجيبي صدر البطة هتفتحيه زي الساندوتش، هتفرديه كده، وبعدين هقولك دلوقتي كمان هتحشيه ايه. طماطم ساندراي. الطماطم الساندراي دي هي طماطم عادية خالص، ممكن تعمليها انت في البيت، بس احنا عشان بنصور وكده موجودة كمان في اي سوبر ماركت. لو انت مش تعرف تعمليها بنفس الطريقة اللي هقولك عليها دي، هتجيبي طماطمية هتقطعيها 4 وهتخلي منها القلب، يعني هتاخدي جلد الطماطم بس، هتحطيه في صينية ألمونيا وهتدخليه الفرن. قبل ما تدخليه الفرن هتديله سنة زيت وسنة أعشاب، سواء كانت بقى روزماري، ريجانو، أي أعشاب بتستخدميها عندك. الريجانو اللي هو البردقوش اللي موجود عند العطار الأخضر الدراي ده، هتحطي عليها رشة، وبعدين سنة زيت زيتون، وهتحطيها في الفرن. الفرن بتاعك لازم يبقى درجة حرارته قليلة جدا جدا جدا، يعني تقريبا كده هتبقى أقل من 50 درجة، وبعد ساعة بالظبط هتطلع لك جلد الطماطم اللي انت عاملاه هيبقى بالشكل ده، هيكشكش كده وهيلم في بعضه شوية. هتاخديهم هتحطيهم في زيت زيتون وبرطمان وتقفلي عليهم، هي دي أحلى ساندراي هتطلع معاكي. هنجيب النهاردة الساندراي ونقطعها بالشكل ده. هتقطعيها كده تقطيع جوليان بالطول. طبعا الساندراي دي طعمها كده عارفه عامله زي ايه؟ زي زمان لما كنا بننشف المشمش، كان في زمان بنحط المشمش كده في الشمس عشان يبقى مجفف كده ويبقى ميته بتنشف منه، ساعتها بقى بناخده نبله تاني في رمضان وفي الايام دي، يعني هي دي نفس الفكره كده. فزي ما قلت لك هي هتبقى مززه قوي، وكمان قريبه شويه من الطماطم المعموله روستو في الفرن، عملناها قبل كده في حلقات ولسه هنعملها تاني. عندي دلوقتي 2 معلقة زيت، هنزل فيه ببصلايه مبشوره. بصل مبشور لازم يبقى يعني اما انت بشراه ناعم قوي او عاملاه في الكبه، لانه الحشوه دي ما ينفعش طعم البصل يبان فيها، احنا عايزين تستو بس. وهدي البصلايه تقليبه خفيفه كده، وبعدين عندي كمان جزرية مبشورة، ألوان جميلة، ومعلقة جنزبيل، جنزبيل فريش أو جنزبيل باودر، بس في الستافد اللي هو بالشكل ده بيبقى البيزك فيه إنه بنستخدم الجنزبيل الباودر، بحيث إن إحنا ما نقطمش قوي قطمة جنزبيل حارة، وده ما ينفعش لانه مش اي حد بيقدر عنده القدره ان هو يقطم الجنزبيل، يعني احنا ممكن نستمتع بتستو وهو باودر كده. وبعدين الطماطم الساندراي، وهقلب كده ألوانها جميلة جدا. دلوقتي هضيف البهارات، ادي الملح، ملك التست، تست الأكل كله بيعتمد على الملح،
بخلاف طبعا الفلفل والحاجات اللي احنا بنحطها التانية، بس الملح هو التست الاولاني بتاع الاكل. فلفل اسود، وشوية بهارات لحمة، وجوزة الطيب. جوزة الطيب معايا برضو، في داخلة معايا في أنواع طيور كتير. وعايزة أقولك كمان إنه جوزة الطيب ليها تأثير إيجابي جدا جدا على الدورة الدموية وعلى الطاقة جوه الجسم، فيما معناه إنه أنواع توابل وبهارات كتير قوي بتأثر تأثير ممتاز على الصحة العامة بشكل عام. وهدي بقى الكلام ده كله تقليبة. واو، الحشوة كده جاهزة معايا، ريحتها حلوة جدا، كله تمام التمام. هبتدي بقى، خلاص كده شكرا، هحط كل الكلام ده كله في قلب البطة وهلفها وهوريكي دلوقتي هعملها ازاي. ودلوقتي هنبتدي نحشي صدور البط. اول حاجة هنحطها في صدور البط عندي مكعب زبدة، مكعب زبدة برة التلاجة من قبل الاستخدام بحوالي ربع ساعة عشان يتفرد معايا بمنتهى النعومة كده كده. الزبدة دي هتبقى مفيدة جدا جدا جوه الحشوة عشان هتخليها تعلي النكهة بتاعتها وهتديها بقى طعم روعة كده وهي بتسخن وبتسيل بقى زبدة كده، الناس اللي بيحبوا الأكلات الدسمة. هبطط كده الزبدة تبطيطة، هبنطها يعني كده على صدر البطة، واهم حاجه نتاكد انه البط مغسول كويس جدا لانه بيبقى فيه نسبه زفاره كده، فاحنا غسلناه كويس ميه وخل وبعدين شطفناه وبعدين بقى الحشوه المتبهره دي. نجيب شويه ساندراي كده على بصل على جزر ومليانه توابل، وهنبتدي نقفل صدر البط عليها. والثانيه جميلة جدا. طبعا زي ما قلتلك انا بعمل اكل على قد عريس وعروسة وعلى قد فردين، فمن المفترض ان انت بقى تعملي، انا عن نفسي ما بيكفينيش دول لو حتى ايه. هنبتدي دلوقتي نحطهم في الجريل. شكي معايا، مكعبين زبدة، بمجرد ما هيسيحوا هنزل عليهم على طول بصدور البط. هضيف عليهم هنا بقى شوية بهارات كده عشان دي حاجة هتخليها وهي على النار هتبقى متبهرة. موضوع البهارات ده عندي كده بيحبش لي الأمور، يعني بيخليها أسهل وأسلس وألذ. مش هقلبه كتير، وزي ما قلتلك صدر البطة كان مفتوح نصين يعني مش هياخد تسوية كبيرة على النار، يعني بس بمجرد ما يخلع كده من الأرضية هتديله تقليبة عشان ما ياخدش طبقة كبيرة، وفي نفس الوقت كل الجوانب بتاعته تبقى مستوية نفس التسوية. بالظبط كده. ريحة
ريحته جميلة جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان الجو اللي هيطلع لي جوه الجريل او جوه الطاسه اللي انا بسوي فيها ده هو ده اللي انا هعمل فيه الصوص، الصوص اللي هيتقدم مع البطايه المحشيه وعلى فكره الكلام ده كمان ممكن نعمله مع بطايه سليمه، يعني نعمل الفرسه دي ونحشيها جوه بطايه سليمه ونشوحها كده على النار. لو عايزه تكملي بقيه تسويتها في الفرن انت حره طبعا، بس هتبقى لذيذه قوي. ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه البطايه.